نتعرف أكثر على كونال وشخصيته. اخترت أنه نلعب معه لعبة، واللي هي فعلتها لم أفعلها. عمرك وقعت في الحب؟ عمرك فوت عليك الطيارة؟ عمرك أعدت إهداء هدية حصلت عليها؟ عمرك غشيت في امتحان؟ عمرك ادعيت المرض عشان ما تروح للتصوير؟ لما بتكون نايم بتشخر بصوت عالي؟ عمرك شفت شبح؟ عمرك كذبت على لميا وانت بتلعب هاللعبة؟ أهلاً، شوفوني على MBC بوليوود، بحبكم. Was that right? Was that right? لا تنسوا متابعة أحداث مسلسل رياح الحب الموسمية، اللي بناء على طلباتكم راح يستمر عرضه من الأحد إلى الخميس على الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.